السلام عليكم، اللي كيف جبناه هذا يضوء الوعر الخشين أقوى مصباح في الجزائر ولا في العالم ولا الدراجة الهوائية يستعملوا الكروس سبوت. بس كي عمي خير من الطوموبيل هذا بلي على حسب التجربة وعلى حسب الاكسبيريونس، شفتو إذا كانت الظلمة ولا واحد يسكن في الجبال هذا ننصح به، حتى اللي ميستعملوش الفيلو غير يدوي. كيما كتشوفو USB طيب سي مقاوم للشتاء، باتري واقل فيها 4000 ميلي امبير خشينة. هاي ديك الباطة تاعها، مهم حاجة بزاف شابة، حاجة بريفيسيونيل. كيما نتوما تحبوا قاع دايما في البداية نحضروا على السومة، السومة تاعها شو ماشي ثابت ولا كل واحد كيفاش يبيع فيها. سيختو هنا في الجزائر، انا في الجزائر حوالي نقول لكم 500000 تلحق حتى 800000 900000. بسم الله راني فاتحها ما قبل على كل حال باش تشوفوا واش يجي فيها. يا حظي انا خرجت هذه الجلده، نقول لكم قال لي الاكسسوار واش فيه واش ما فيهمش. اي كاين هذوما دوك نفهموكم كلش. بسم الله، هذو الجلدات، هذو لي زاكسيسوار. هاو هذا المفتاح تحط اونكوك باش صرا لكش بروبلام على باليش دخل الضوء. بس كان مفتاح تاع هذو ما وتشوفو وفيه لي ديسون كاع هاوليك. شارجر تايب سي كيما كتشوفو. هذه الورقة جات فيها، جات هكا مكلفصة بالك الديوان فتحوها ولا هاي ليك واش فيها. هذه الورقة على كل حال قليل يقراها، تشد مينيموم حتى 5 سوايع ما بين كيما تشدلكش كاع تشدلك ساعة ونص. المهم حاجة شابة ماشي تاع خسارة ولا فيها 4000 ملي أمبير. هذو كاع المعلومات واش فيها واش ما فيهاش. توزن 236 غرام نورمال. كي تحب تبلاصيها جا فيها هذوما، تبلاصا فيلو اللي عنده قيدون رقيق ولا هذايا شو باش ما نجحش الفيلو تحكم اللي عنده قيدون رقيق ولا بلاصه رقيقه يكون قد هكايا. كيما انا شخصيا استعملت هذو الجلوده مع هذه، كيما دوك نوريكم كيفاش دير. شوف الجلودات فيهم هذو خطوطة اللي يحكموا، هذو خطوطة دايما يجوا للداخل باش يحكموا مليح. تبلاصيها هكايا هكايا وغلق، ديرها في القيدون تاعك وغلق بالمفتاح، ساهلة ماهلة وغلق هكا. هاي نروحو نمونطيوها ونشوفو الريزيطلا ونسيوها ودعمونا. يا اللي كيف بسم الله. كيما انا مونطينا هادو ساهلين يتمونطاو، كاين يجو هادو الجلودو قبل ما ديروهم باش ما تتجرحوش الفيلو تاعكم، باش تحكم تكون حكمه مليحه باسكو شون تزدو الحديد يحكم مليح. حاجة الاولى قبل ما تمونطي زيرهم هادو مليح مونطي ابي بري ما يهمش، وهادو ما هكا يطلعو دايما عاود ارخيهم خلي هادو ما يحبطو باش كي تجيب لومبا تاعك. لومبا تاعك اسهل ما يكون تتموضى. بسم الله دخلوها نبداو من هنايا. فيها راية، هادو هما الرايات اللي كتشوفو فيهم لازم ندخلوها فيهم. فيها قفلة كيما اللي شتو، كي نشعلو نبقاو نلبزو عليها يشعل هذا الفيوز كيما كتشوفو. بدنا نكليكيو على ليكرون نقصو الضوء باش يبان مليح. هاكا يطفى، هادو هما لي يشعلو. راهم شاعلين 4 هما كلش 6، هادو الوسطانيين هاكا ضوي للبعيد وفري يعني يعني بزاف. هادو قاع بين 6 وتحب تزيد تشعل معاهم تحتاني. وفيه سينيون، هذا سينيون شغل يحافظ على الطاقة تاع الفيلو شو تشد لك لاشارج، مي سينيال قليل راح يستعملو غير الخاطر ولا الضرورة باش تحب تبان من بعيد.
المهم بزاف شباب دوك نروحو نسيوه في الظلمة في الليل ونشوفو الريزولتا. هادي كيف؟ السلام عليكم، انا جينا للظلمة نسيوه في المنطقة اللي تخوف. بسم الله ما شاء الله. ايك لايفات ضوي كاع الدنيا عليك. الطريق الطريق هذه واسعه وراي بعيده. نزيدو نشعلو دوزيام. اوبا هذاك شغل يشعل غير وسطاني نورمالمون، هذا يزيد يطوع اكثر. احكم الوسط زوج وسطانيين نورمالمون ماشي تبان بالكاميرا. معليش نزيدو نشعلو كاطريام. بسم الله ما شاء الله تحكم كاع طريق وفيه السينيور في هذا يا الاول ديزيام كم الوسط وطلوع زي ما شاء الله. الله يبارك ليك ليكيب ماني في الظلمات وش وسط يا عود قلبي. انا غير انا نقولكم نزيد نسيوها في بلاصه اخرى نتلاقاو فيديو اخر.